<laughs> Mr. Speaker, Nadia Murad was a 19 year old Yazidi woman when Daesh came to her village. They killed most of her family, they tortured her, they raped her, and they made her their slave. Mr. Speaker, Nadia's story is the same as thousands of Yazidi women, except thousands of Yazidi women are still held in captivity, and Nadia managed to escape. And in fact, Nadia is in the public gallery today. Mr. Speaker, will the Prime Minister join me in acknowledging Nadia's resilience, her bravery, the essential qualities that have allowed her to triumph over Daesh? And will he do everything in his power to redouble his efforts to support Yazidi women and to eradicate Daesh? Yeah. <laughs> <سؤال> حمود حمود يا ناس احترامها ما تقمنا انه ازايز دي مزا بيدينا كيف مش حمود ديانا ردي حياة عمل عائلة خامد ديو عمل الوي قندي هار كوجو بابداك اخو خشكيت خورا وبرايت خو وزارويت براي خو القندي هار المالا كده ازداد ودري همو اف حيات بو حياتك قليك يا بسيد بو بس مقليك يا بيت بو السيمة هاشت اه هرز الجندة بوم وقتها داعش هجومي إز دياكريش نقال ده وقتها بعض دانة جا سه اه هزار مير وزاروكو بيرو وروجها تكشتن قال لك ال ال يكسرنا ال... يكسر نقارين در كابينت مع وقوس هرس بها بريو با. أو همول الجندة ديت ما ينكشتن مجال نكهة بعض دنا جيم الدوري جابون وقت محاصر ماين الدورا قلت ما من من أم درك من نكدنا كده ما مواقع روش سرتشون خلكي يقول زلامي تقول جرة تلفون كرن نو كش مرة بكن أم قل بس إيش كي بمساعدش مرة نهاتا كرن خلاص بن روش كي أميريوان هاتا أبا مزني قل ما موقع تدقو شو هوني روش يا هني بس بنياوي وهم واقشن داعش صداك هتا قندي مدوم همو ليكم قرن المدرسة قندا هدفي داعش هاد بون واند كوتا ما وقتم هاتين مهاد بون ايز ديكي نهي لنهو يا سر دنيا يقود بكن تشتي ماش ما برن موبايلت ما ومستمسكاتت ما او قهارو تشتي ما باش ما برنو درام زلام برنب درام بيلاو هش عمل وردام هش من ما موقع وجب نفمي عدا بدن ورمي تكرني وكاكت وجنا المدرسة شباكي وقت برنت تكشتن كاتشكوم همو برنا أصول أغل جيم قسم عندنا إيد كاتشكيت جهلو كركا وجنيت زوجي وجنيت مازن مزن ودريجي جنيت تحمرت مزن هاشتي جنشنيت مدراني وبرنا الوهر الصول كشتن

كاش كار رجاء شو عند كرين بوكوجن ام ام نت كوشتن بس امد برنش وكجاره كم باز داش باي بري هكا شقرا بريم هيش اس شمقر درنا كاتي من شباكي درنا كاتي مزكرتم وهجت عاد وكاش كاس ام سرخه بهاي كرو هر بهنا كيام فروت نيام بي جاردان ما ما تجاره بهورنا كرم خلاص مجبر هج جي ما جاب خلي بات كر داعش تسكني بون شخصيتي سابقة وان ربيشتينج مبعض ده مساعدة عائلة كده شو خلاص خلاص أه وعائلة براستين بهورنا كل وقائع حبيب مساعدة آم آم بيكشبر let me welcome nadia murad who's here with us today she and the yazidi community have suffered appallingly at the hands of this murderous brutal fascist organisation uh, in syria and in iraq and we must do everything we can to defeat uh, daesh uh, and its uh, violent ideology now we're playing a leading role in this global coalition and in terms of iraq uh, where so many Yazidis um, suffered, Daesh has lost over 40% of the territory it once controlled. And so we are making progress. But as I said at the time of the debate about Syria, this is going to take a long time. Building up Iraqi security forces, working with Syrian opposition forces, building the capacity of governments in both countries to drive this evil organization out of the Middle East. But however long it takes, we must stick at it. Yeah. كيف ما هاتي بوش مرة يرو ديفيد كاميرون البرلمان ده نائب ملك إنجليزية بجواب تشتى قضية إزدياد تشتى كي جلّه كي مازن بيزدياهاتيا. إش مرة نهات كرين أم هو بيفي بي كارن أم هو تحملت كنفيد تشتى ما تفيد تشتى فعلش مرة يا بي كرين بيفهم هو كارن. ومد معاك دوليش كدولي شمرة بيا شكرا جنين ما خلاص بكا جينو سعد شمرة باعتراب بين انه ابسري ازدياد هذه كجماعية ويجب هزارة ادون ويجب بيستا وكا وبيستا هاف وسرة هيش مقبرة مل قاعدات او كرينا بكرن بكرا والكمباج بهزارة ملاتي ماي برتشيا قبل دست داعش ده طبعا هتاع في هف وكان مهن سارا چوية تشتاكي جالكي 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 مزن هات يجبر هر ساعة او بري مديتي هتاع انه هوا سابوان تي سياسة وان نزانم عالمي همو و اش انساني ايدنجي متشيدا انه همو بيقر الرابن إيش همو ش همو دیانتا ش همو ام همو هر حکت شلوب ام همو هر بشرین نفسا یکدو رابونه که انسانی ام ویدش تی قط بکن جایی رو بسری مهاتیا سبب سری هنی دینی با سفتش تی بسری زارو کا و کچکو جناتی بیگ رابسکنن بی ارهابی قط بکن جدید عالمی